غائبة. فقرة 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 فقرة. ايوه دقيقة بس باخلص. يا ابن الحلال شلحتون يا بقى تاخذوني شوي بس خلاص. تقدرون تفضلون سمحتوا فقرة خاصة. اتوتر والله ناصر لو سمحت. بعد اذنك بعد اذنك لو سمحت. انا عيثان السويد. لو سمحت الاستاذ سيف فقرة لو سمحت. المميز حضوري دائما فارق، حضوري غير، وجودي مختلف. أنا لا أتقمص شخصية أحد، أنا في وجودي يشكر الله على وجودي من قبلهم، لأني أنا استثنائي ولله الحمد. خلقت مميزا وأبقى مميزا وسأكون شخص للتاريخ. نقطة آخر السطر. استجد سجود شكر عزيزي المشاهد بأنك قاعد تناظرني. أنا خصومات للأمانة غير متوقعة، خصومات جدا قوية. تمنينا لو كان ترحيل برايم. تدري شو اللي مريحني؟ أنك تتطلع. أني بطلع. إيه بس أترك حباس بطلبك طلب بما أنك تتطلع. إيه خلي قلوب دعمك يروحون. جهز فريق دعمك لي. والله ما تذوق منه. والله أنا دريت إيش بيقول. شو قلوب دعمنا معك؟ شوف ما عليك. طلعت البرايم ذا. حلو. تطلع اللي بعده. السجن النهائي. اني انا افضل اني اطلع لان عندي مصالح افضل. الله يوفقك. لانه وش؟ يفضل انه يطلع. عنده مصالح. عنده انا عارف. افضل من مقابل مشعل علي. نعم. والله اللي سمعته منه قسما بالله انه افضل من مقابلكم مقابلي ومقابل الشباب كلهم. طيب مشعل قنور في فقرته يصلحها كفقره بيثبت نفسه كمقدم الرجل يعني ما قصر لكن اخوياه كان في بينهم شيء قاعدين يحاولون يخربون هم قاعدوا يخربون عليه. اللي يدخل عليه يقول عطني السبحة عطني العصا عطني أي شيء. قال له قال عطني أي شيء بس يعني بخرب عليك بخرب عليك. ليش تصير أذكى مني وتصلح فقرة؟ تفضل عبد الله. والله شوف أنا ما أعتبر اللي سووه الشباب تخريب لو إن اسمه تخريب، لكن الشباب اعترضوا هذا اعتراض صريح وهم أساسا في تفكك كبير في مشاكل. النسخة حاليا المزيد من المشاكل المزيد من الغيابات المزيد من 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 الأوساخ المزيد من الامتعاضات القليل جدا من اللايكات. هذه النسخة في الثلاث أيام الأخيرة. فالزملاء مشعل هنا ناصر كانوا يخربون عليه. ما هي أنا ما أشوف التخريب، هو اعتراض مشعل ما فهمه. خصوصا يعني أنا أول مرة أواجه متسابق يطالب باستبعاد خويه بطريقة غير مباشرة. كيف مشعل داري موقن جدا ان هباس احسن منه وافضل منه في 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 في, في التمثيل، وكانه مررها وبيمررها علينا. كيف 14,000 وكذا كان استبعدته يا استاذي العزيز؟ هذه ما هي بشغلتك، هذه شغله جنرال وحنا اللي نقدر نطرحها كنقاد كموضوع نتناقش فيه. انت متسابق لا تمرر المحور هذا وتعتقد اعتقاد انه بيمر علي انا والشباب اللي معي في الفقره، غير صحيح. انت حاولت تحط الجمهور في الصوره وشوفوا لو استبعدوه كان افضل. مشعل القنور كان ثاني اسم كنت بعطيه نقطه من النقاط الـ50 لكن والله لغيته، وهذه رساله للجمهور ما هو له. والله كان اسمه موجود. مشعل مشاكل اكثرت، بدا يطلع الضغائن اللي في صدره بطريقه ما هي بحلوه. اذا عندك مشاكل مشعل ما احد اجلس تحت البث وحل مشاكلك بالطريقه اللي قاعد تسويها هذه. تسيله يعطيك العافيه عبد الله. داح ان النسخه هذه فيها اشكاليه، ما فيها احد شجاع. ترى من الشجاعه مثل من؟ لا فيها فيحان كلهم. فيحان يستاهل. فيحان كان شجاع ووقف لها. لكن البقيه عدم الشجاعه انك تجي على مثل مشعل التمريرات امرر المعلومه. يا اخي انت شجاع ولا تقول يا اخي يا هباس انا ما ابيك في البرنامج؟ ما ابيك يا اخي. هباس وريان بعد وبين ريان مشكله. علما ان هباس كحضور حتى لو انه مخالف، حتى اني اختلف معه في نقاط كثيره، وحتى اني اتمنى انه يغادر برايم الجاي، لان وجوده اصلا خطا باستهتار اللي قاعدين نشوفه. لكن وجود هباس افضل من كنت يا مشعل. انا ما الوم اخوياك يوم يخربون عليك، والله ما الومهم يخربون عليك، لان انت اصلا ضايع، جلستك في الكرسي هذه ومعطيها وضعيه
اللي اقيم من والله لا قيم. صوت ولا لغه جسد ما مالك اي دور في البرنامج قلت ما شف ترى من ضعف البرنامج من ضعف المتسابق اللي اذا شاف ماله تواجد بين المتسابقين راح المكان له فقط مثل كفش الروم جلس عليه يعني تجيب الكاميرا عليه غصب ويجلس عليها ويقابل الكاميرا ويقعد يخاطب الكاميرا هذا ضعف منك ترى لانك انت ما قدرت تاخذ الكاميرا بين المتسابقين فاضطريت انك تجلس لحالك عشان بس اي شيء ابنقذ نفسي باي دقيقه دقيقتين اطلع بها على الهواء هذا ضعف منك لا تحسب اني انا طلعت بشيء جديد قاعد اتكلم ما انت ما من انت عشان تقيم محاورنا ولا تقيم الجنرال انت متسابق اسمك مرسمه يعني اقدر امسحك على طول وانهيك من البرنامج فانا اتمنى مثل المتسابقين اللي سميت مع عبد الله وش سميتهم هابطين او الماء التائهين 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 مشعل مو ضمنهم هباس يوم من الايام كنت والله العظيم قلت هذا الشخص بيكون شيء نهايه البرنامج ما يغش الرجال اللي لها قويه والله العظيم لكن على قولة موسى ما يغش الرجال اللي لها قويه تهقويت لكنك صرت دون الحقوه يعني اشوف الاستهتار الجاس كانه يقول ما بالبرنامج يا اخوي اطلع فكنا من شرك خلي العدد يخف وقلناها اكثر من مره خففوا علينا العدد ترى حتى بالمحاور شوف اطلع اطلع شوف. اطلع وخذ معك اثنين خذ معك اي اثنين خذ بيدك اثنين وانطلع خذ اثنين وانت رايح ونحن ندورين كلها على مستواكم جدا ما هي بالمأمول يعني حاولنا بين السطور نبحث هذا يدق في خويه وهذا يلمح من وراء التريلات وهذا جالس مقابل الكاميرا وصاروا يعني تجعلني يا اخي انا اكاد الله يعديها على خير بس انا اكاد اجزم ان المتسابق اللي بيروح عند الباب وياخذ معي اثنين يمشي ما هو قايل لهم شيء ابراهيم ما هو قايل لهم شيء ابراهيم والله مسوين جميل وبيدق عليهم وان كان لهم حق بياخذون وان ناقصهم شيء ياخذون بدون والله لو تترك قلم قلم على السرير اللي نوديه لك والله عبد الله لا على حبه وما بالك بشط واشياء والله على حبه خشم اللي بيروح الباب بنجي نحب خشم ونقول الله يستر عليك ودع مفروض فارقنا خفف فارقنا مفروض عبد الله ما تقول